علاقة الكادر الصحي بالمريض. هذا المريض يا 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 طالباتنا الأعزاء من وين؟ المريض من وين؟ من الشعب. والكادر الصحي من وين؟ من الشعب. تمام. كيف؟ الآن عشان إنه كادر صحي بيشتغل في الصحة، عشان هذا الكلام موجود. الصحة اتفقنا إنه الأمر فيها بيختلف عن باقي المهن الأخرى، والإدارة إلها تختلف عن باقي الإدارات الأخرى، لأنه تتعلق بصحة البني آدمين، إلها علاقة بالصحة والمرض، إلها علاقة بالموت والحياة، إلها علاقات كثيرة جدا مختلفة عن واقع الإدارات الأخرى ومختلفة عن باقي المهن الأخرى، لأنه فيها نفس بشرية، فيها إنسانية، فيها الكثير من يعني المداخلات في حياة البني آدمين والتداخل في حياة البني آدمين. ويمكن قلنا من ضمن التخصصات لهذا العلم إنه هي بتطلع البني آدم على إنه يعني مش مكون أو مكون من الجسم، لا، مكون من الجسم، مكون من الروح، مكون من العوامل النفسية، مكون من العوامل الاجتماعية. عشان نقول أخلاقيات وتعامل مع ناس في علم اجتماعهم وعلم نفسهم وعلم روحانياتهم وعلم كل هذه العلوم اللي موجودة، كان لابد أن يكون هذا الأمر بنوع من يعني الخصوصية الزائدة. زائد أنه الكثير من التدخلات أو التدخلات الصحية الطبية لها علاقة بكشف العورة ويعني والأمور اللي بتدخل في خصوصيات الناس الشخصية. يعني لا يستطيع أحد من الشارع أنه يجي يكشف عورة أحد، سواء رجل أو امرأة، تمام، إلا من له الحق في ذلك. حتى من شرعتنا وديننا بيفرض علينا هذا الكلام، بيقبلش البني آدم ماشي وعورته مبينة في الشارع يعني، ولا يسمح لأي أحد أنه ينظر على عورته، لكن الخضوع للأمر الطبي قد يصل إلى هذا المستوى. وبالتالي كيف يعني بدنا يعني نتحرك باتجاه الأخلاقيات وباتجاه الحديث عن الأخلاقيات، وإحنا رايحين بأعمق نقطة في البني آدم اللي بيشعر أصلا أنه كرامته منها أنه المحافظة على شرفه والمحافظة على سمعته والمحافظة على يعني على نفسه والمحافظة على يعني على أنه ما يكشفش ستره وما يكشفش سره، صح ولا لا؟ كرامة البني آدم وين؟ يعني لما يقول كرامتي وين؟ مش في ديني وفي أخلاقي وفي أنه أنا ما نكشفش على الناس وما نفضح ستري ولا سري، مش هيك؟ فالأصل في هذه التركيبة هي هذا العنوان الكبير. العنوان الكبير أنه البني آدم حقه على الكادر الصحي أن يحافظ عليه، أن يحافظ على السر، أن يحافظ على 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 نفسيته، على كينونته، يحافظ على اجتماعياته، يحافظ على سره. أكثر ناس بيحتكوا في المرضى هم الكادر الصحي، لأنه إذا هو غاب عن البيت شهر شهرين ثلاثة ونايم في المستشفى، أو الفترات المتقطعة لو إحنا جمعناهن وحطناهن في المستشفى قديش هو بغيب عن البيت، وبعض الأمراض المزمنة وبعض الناس اللي عندهم يترددوا كتير على المستشفى، بتجد إن نسبة كبيرة من الوقت هو موجود في المستشفى وموجود بين إيدي الناس غير أهله. أهله ممكن يجيبوه يزوروه ويروحوا في الآخر، بروحوا حتى المرافق اللي عنده أحيانا بتغير. يعني المرأة ممكن تجيب بنتها، ممكن تجيب كنتها، ممكن تجيب أختها مثلا، لكن الكادر الصحي هو اللي بتردد هو وبشوف ناس كتير وبشوف علاقات كثيرة وبشوف حاجات متداخلة، خصوصيات كثيرة جدا قد يراها الممرض، قد يراها الطبيب، قد يراها الموظف في الكادر الصحي العادي من المريض، أولا دون أن يشعر المريض، ثانيا يشعر المريض فيها، ثالثا لا يعلم المريض مداها،
وانا لما بصور واحد صوره اشعه هو بيعرف انا ايش انا شفت. لما بصور واحد الالتراساوند بس يعني بيعرف ايش شفت بالضبط انا ايش موجود. ممكن انا احط الالتراساوند الدكتور يقول له والله القلب سليم والكبد سليم وكذا. في حاجات كثيره هو لا يعلم ايش اللي انا بشوفه ايش اللي انا بصل لاعماقه وهو يعني مش منتبه او مش ماخذ فيها يعني بالطريقه اللي دائما يعني يتكلم مع واحد صاحبه او يتكلم مع جاره او يتكلم مع عن اي شيء بيخالجه في نفسه يعني. يعني ممكن كمان هو بعد فتره يرتاح مثلا للشخصيه اللي قدامه، شخصيه طبيه، شخصيه صحيه اللي عنده، من الكادر الصحي كله من عند الطبيب لعند اي واحد تاني. يمكن يرتاح، يمكن يحكي كلام هو اللي بيحكيش لمرته، بيحكيش لاهله عنه، يحكي للكادر الصحي. وجب انه انا ايش خلاص هذا اعتبره امانه واعتبره سر، مش انا اطلع واشهر في الناس واقول والله شفنا لك مره اليوم كذا كذا، والله اتفرجنا على كذا كذا حاله مش عارف مين زلمه وبيعمل يعني. هذا الكلام طبعا من اخطر ما يكون. هذه يمكن قمه الاخلاقيات، وقمه الاخلاقيات المحافظه على الناس واسرارهم وخصوصياتهم. واكثر شغله بتاذي الناس هو ان تهتك اعراضهم حتى باللسان، يعني حتى باللسان وبالكلام. يمكن هذه يمكن اخطر شغله واكثر شغله يعني بتحسسنا قديش المسؤوليه كبيره جدا عند الكادر الصحي. والا لما وجدوا قضيه القسم وقضيه انه لازم يقسم الواحد على انه هو لا يخترق هذا الجدار. هذا جدار بني ادم، كل واحد فينا له جدار لحاله، كل واحد له خصوصيه لحاله قد لا يطلع عليها احد، كثير من الناس الاقربين، يعني حتى الاقربين. يمكن البنت في الدار بتستحي يعني مثلا تلبس بطريقه معينه قدام ابوها، شوف قدام ابوها يمكن ما يعني لا تريه مثلا اي شيء من جسمها وابوها. فما رايك انت لما بتروح، مين انت باي حق انت كطبيب او ممرض انت تشوف من هذه المراه يعني او كذا؟ نعم في ضروره. طيب لكن لما انت يعني قدر لك الله انك تكون في هذا المكان، الا تحافظ الاصل انك انت لا تنقل ولا تنظر اصلا الى المكان بانه هو شيء من يعني شيء من 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 النفس، يعني خلينا نقول السيئه او النفس اللي كذا. لا، انت قدر لك الله اولا. والان مثلا يعني في كثير من الاحيان احنا يمكن عم دار السنوات الطويله كلها يعني احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل اليات بتختلف عن الناس اللي برا. يعني مثلا عمليه الولاده الان احنا يمكن في مستشفى ناصر طبق النظام من الاسبوع اللي فات او من قبل يمكن 10 ايام اسبوعين، اللي هو نظام البنطلون تبع الولاده. البنطلون تبع الولاده، بنطلون لبس المراه بنطلون قبل ما تخش على الولاده، عشان مش كل جسمها يعني ينكشف، مثلا انا بدي اعمل عمليه مثلا في الايد مثلا، ليش انا مثلا قانون في بالنسبه للعمليات انه ما فيش اواعي، يعني ما فيش ملابس. لكن هذا يعني بقدر الامكان اذا العمليه مثلا في الايد انا استر الجسم كله يكون مستور، وبس الايد اللي تكون مبينه، بس جزئيه الركبه اللي تكون مبينه لو بدي العمليه فيها، بس جزئيه الكتف اللي تكون مبينه، مش ان انا يعني اكشف. في كثير من الناس يعني او كانوا موجودين قبل او كان تصور انه يعني ما فيش ما دام هي نايمه او مخدره خلاص يعني انت يعني يحق لك. هذا في الاساس يعني قابل للكشف حتى على الرجال، مش على النساء فقط، حتى على الرجال، لانه لا يجوز للرجل ان ينظر الى عوره الرجل. يعني كمان الرجال ممنوع ينظروا لعورات بعض، يعني مش بس النساء. فما رايك في النساء؟ طبعا النساء اكثر حفاظا ويجب ان نحافظ عليهم اكثر من يعني اكثر من 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 بناتنا واكثر من خواتنا واكثر من يعني زوجاتنا، لانه في الاخر احنا واحد، يعني احنا من المجتمع، واتفقنا انه الكادر الصحي زي ما هو من المجتمع المريض من المجتمع. هو مين في الاخر المريض؟ يا عمي يا اخوي يا ابن عمي يا قريبي يا نسيبي يا مجاري يا ما. وكله يعني ديننا حث على انه احنا يعني نكون مع بعض ونحافظ على بعض، مش يعني نهتك ستر بعض ولا نتعرض لاعراض بعض. يعني هذا القاعدة العامة، القاعدة العريضة اللي ممكن ينطلق منها فهم
فهم الأمانة ويعني وفهم السر وفهم أخلاقيات المهنة الصحية بجميع أنواعها وبجميع طوائفها، من تمريض ومن أطباء ومن مختبرات ومن كذا. يعني كانوا ناس بيستغلوا بعض المواقف لبعض الناس، والمريض في حالة ضعف أصلا. المريض أصلا هو جاء المستشفى في حالة ضعف، إنه البني آدم يعني يتحول إلى ذئب في دقيقة واحدة، ويستغل ضعف هذا المريض في إنه يعني يدخل في خصوصياته ويتكلم عنه ويشهر فيه، أو يعني يطلق العنان لنفسه اللي اللي فيها نوع من 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 بسموه الذئاب، أو إنه يعني يطلق العنان لنفسه إنه هو يتكلم على هذا ويتكلم على هذا ويتكلم على هذه ويهتك عرض هذا ويعني ويجيب السر تبع. يعني هذا كلام أصلا. كثير من المرضى مش بس عورات، يعني كثير من المرضى من بعض الأدوية يمكن سمعتوا هذا الكلام، بصير يتكلم، بصير يحكي عن أسراره. يعني في دواء يعني اسمه الكيتامين أو الكتالار، هذا بخلي الواحد يعني يتكلم في أسرار، يعني بتكلم في ما بداخل عقله الباطن، وقد يفصح عن أمور كثيرة أهله بيعرفوهاش. أنت بتستغل ضعفه، بتستغلي إنه هو في هذه المرحلة الضعيفة اللي هو مش داري عن الدنيا وقاعد بصريش بيقول، وأنت تسجلي له هالكلام أو تسجلي لها هالكلام اللي بيقوله، وتروحي مثلاً تساوميها أو تساوميه أو إنه تبتزيه. يعني الناس يعملوا ابتزاز. يمكن برا في بعض القضايا، يمكن برا صارت بعض القضايا من هالنوع، إنه يعني ما بصدق إنه مثلاً يكون في علاقة سيئة بينه وبين حدا، يعني سواء ذكر أو أنثى، وقع له، أجاله مريض، هو ذو الطبيب مثلاً أو هو ممرض، هو علاقته سيئة معهم، وأجال الزلمة المريض فراحوا خدروا، ولما خدروا طبعاً صار يحكي، سجل الكلام اللي قاله، بعد ما خلص هاي الدليل معايا، يا إما يعني ببتزك يا إما بفضحك. يعني زي عملية الإسقاط اللي بيقوموا فيها اليهود، نفس النظام، يعني نفس النظام، ممسك عليك ممسك وبروح هو ايش مهددك في طبعا هذه بعيدة جدا عن اخلاقنا وعن ديننا، ولكن يعني يجب التحرص منها كويس. واحنا يعني في الكادر، زي ما بترضى لنفسك زي ما بترضى لنفسك ارضى للناس. حط نفسك في المكان الذي تختاريه للناس، اهم حاجة. خليك معي، انا بقول انه اللي بترضيه للناس، بترضيه لأختك، بترضيه لإلك نفسك، بترضيه لأمك، بترضيه ارضيه للناس. إذا هذا الكلام بتكون هي يعني علاقتك مع المرضى، أنا أعتقد أن الأمور تستقيم. إذا نحن حطينا مخافة الله بين عينينا، حطينا أنه هذا دين ولا يجب الاختراق، حطينا أنه هذه أمانة وإحنا لازم نحمل الأمانة يعني بحقها، حطينا في أمانتنا أنه إحنا ممكن نكون في هذا المكان، ممكن نكون في هذا المكان، وزي ما نعمل في زي ما عملنا في الناس، يجي حد غيرنا يعمل فينا، بصير الواحد هو إيش يتراجع وبيقف موقف إنه هو يعني إنه هذا الموقف إنه السليم، وبيعود إلى يمكن الشيطان أحيانا يكون له مداخل، يمكن كذا زي ما كانوا زمان. يعني أنا في مستشفياتنا كان بعض الناس الغير متدينين واللي يعني مشلطين هيك يجي يقول يلا نروح نشوف، يعني بالكلام بالمنطق، هذا منطق طبعا لا يجوز، ومنطق الدين تبعنا يعني نهى عنه، لانه يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. طب فما رايك فيما انفضحه؟ يعني على خلاف، نعم، يعني في المقابل على خلاف، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني عقابهم شديد في الدنيا والآخرة، لأنه في الآخر يعني هتك الأعراض وستر الناس هذا أمر مش سليم، وأمر يؤدي إلى يعني فساد كبير. احترام المريض واجب. ليش؟ لأن المريض في الآخر هو يعني بني آدم، هو بني آدم يستحق الاحترام. حسن الاستماع لشكوى المريض وفهم معاناته. أحيانا كثيرة يمكن كثر التعامل والخبرة الطويلة بتعمل خطر لدى الكادر الصحي.
كلام المعتاد اللي احنا يعني بنقوله انه الخبرة بتريح. الخبرة بتخلي الواحد ايش يعني قادر على انه يعني يفهم الامور ويخطط كويس ويعمل كويس. ولكن احيانا الخبرة الطويلة بتصير فيها جزئية من دخول الخطأ. كيف يعني جزئية دخول الخطأ؟ يعني الحكم على الناس مسبقا، بتخلي الواحد شوية يحكم على الناس مسبقا. ممكن قد يكون هذا الحكم صحيح، قد يكون هذا الحكم صحيح، لكن في مثل التعامل مع المرضى يجب أن يختلف الأمر. أقولكم ليش، أقولكم كيف. أكيد أنتم مش فاهمين الكلام زي ما بده يكون مفهوم، لكن أنا أشرح لكم إياه بطريقة أنه إن شاء الله تفهموا. هلقيت واحد له 10-15 سنة في نفس المكان، بمروا عليه الناس، المرضى نفس الأنواع، تمام. الآن المريض بيشكي، هذا الكلام اللي أنا بحكيه في حسن الاستماع لشكوى المريض، ركزوا في هذه الجزئية. هو من خلال خبرته الأصل أنه يعرف، وكأنه بيقول لحاله أنا عارف إيش بدي يقول قبل ما يقول. مظبوط؟ بيننا في الحياة العادية الخبرة بتلعب دور كبير. يعني واحد قاعد في بنك مثلا، واجي واحد قال له مشكلة معينة، او في شركة، طب انا شفت زي هيك قبلها كتير، يعني نفس الشكوى ونفس المشكلة شفتها بطريقة كتير جدا. طب انا عارف ايش بدك تقول، خلص ولا يهمك قبل ما يكمل. هذا الى حد كبير بنفعش في الصحة. ليش؟ حتى لو كان صحيح، حتى لو كان انت تفكيرك بالنسبة له صحيح، حتى نعم اوكي، وحتى لو بديش اعالج يعني، حتى لو كان انا ما بدي يعني مش طبيب، يعني انت مش طبيب، انت بتعلم ادارة صحية، لما تسمع له هذا ايوه. يعني انا اللي بقصده انه مش احيانا انت الخبرة صحيح بتكون عرفتي منه ايش بده يقول قبل ما يقول، لكن اعملي حسن الاستماع. مش موجودة. أنا هذا بدنا نركز عليها، هذه أكثر حاجات، لأنه اللي موجود بيختلف. اللي موجود إنه مجرد ما يبدأ يحكي طيب خلاص يا عمي أنا عارف إيش بدك. طب أنت بتقعد ساعة وأنت تجادل فيه علشان عارف إيش بدك، طب أنت من الأول اسمع له وخلصنا. هو مجرد إنه يحكي لك حيرتاح، هو مجرد إنه يحكي حيرتاح، وحيتعب لو أنت صديته، لو انت قلت الخبرة او فهم منك انه الخبرة تبعتي بتخليني انا فاهمك وفاهم ايش بتقصد وفاهم من وين بتجيب وفاهم من وين بتودي. طب لا، مش صحيح هذا الكلام، مش صحيح. لا، يجب انه احنا يكون عندنا حسن الاستماع، وانا بعتقد انه من اخطر الامور اللي بتواجهنا حسن الاستماع. والله ما بنسمع، وثلاث ارباع كلام، مجرد انه الواحد يبدا يحكي ولا تلاقي التاني بيحكي. يا عم ربنا خلق للبني ادم عشان يسمع ضعف ما يتكلم. كلنا مش حدا يعني، كلنا بالعكس. احنا لو استمعنا كويس وقلنا من الصفات المكتسبة، اللي بسمع كويس بريح حتى اللي عقباله، بزيد الثقة في الكلام، بصير يعني حتى بعزز الشورى والديمقراطية، يعني الاحساس انه انا لما اسمع معناته انه انا يعني انا قاعد بتحكي وانا بسمع لك، وبتحكي وانا بسمع لك، وشوف الشقة الثانية واحد بتحكي وانا بسمع لهاش، كيف شعور التنتين؟ حيكون مختلف منطقيا، بيختلف حتى لو انا عارف ايش بدها تقول. لما يكون حد بيسمع لي بنبسط، يعني مركز. وهذيك ايش حيصير فيها اللي بسمع لهاش؟ مش هتبطل اول تروح بتكاتل في حالها، تقول والله انا بحكي وما رد علي، مش رد علي، لا انا اسمع واتسمع كمان، وكل ما انصت له اتفضل وكذا. مش حياخذ الوقت اصلا، الوقت مش حياخده اللي هو حيقعد اقعد اجادل فيه. طب انا فاهم، اقول لك لا يا عمي بس اسمعني، وتقول له انا فاهم ايش بدك، واقول لك طب انت من الاول اسمع له، لا انت فهمت ولا هو حكى يعني وفي الاخر ثلاث ارباع العلاج في الحكي اصلا، جزء كبير من العلاج في الحكي، هو مجرد انه يحكي. المريض
مجرد انه يحكي بفرغ يعني، هو بيحكي بتلاقيش صحبات مثلا او كذا، بس انت احكي لي احكي لي اه تقولي له انت بس مجرد انك تفضفضي بصير الامر اوسع، يعني بصير الدنيا اوسع قدامك من ان انت تضلك بس بتفكري في مشكلتك وبس، مجرد يعني حتى لو ما ساعدتيهاش في الحل، يعني حتى لو ما ساعدتيهاش في الحل انت بس اسمعينا. فما رايك لما اكون مريض؟ المريض محتاج، المريض ضعيف، اه المريض محتاج، المريض ضعيف، المريض يعتمد كثيرا على موضوع النفسي. جماعة النفسية هذه هي اللي بتحسنه، هي اللي بتحسنه، هي بترفع فوق حتى لو معاه سرطان، حتى لو معاه ايش ما معاه النفسية، يعني انه انا يعني احسن الاستماع، اقعد معاه اعطيله اهمية، اعطيله يعني شيء من القيمة، انه انت بتحكي وانا بسمعك، هذا امر كبير كتير كتير كويس. مش انا اعتمد الخبرة خلاص هاي شوية علاج و... طب يا جماعة انا العلاج هو ايش والاخر يعني هو حتى العلاج، حتى العلاج لو ما انت بتعطيه لواحد نفسيته راضية حيتحسن، ولو نفسيته مش نافع مش حيتحسن، وهو نفس العلاج، هو نفس العلاج. بتلاقي دائما هذا عند الامراض المزمنة تبعين الكلى وتبعين السرطانات وتبعين كذا، لما روح ياخذ الجرعات. اذا انا تكلمت معاه بروح منتعش وتمام التمام، وفي ناس بتنام بعد الجرعة يومين في المستشفى، هو اصلا نفسيته تعبانة ومدمرة. انت اعتمد على الله سبحانه وتعالى، وهذا ربنا سبحانه وتعالى حيشفيك وربنا كذا، واذا اراد الله لك امرا اخر فهو خير لك، يعني حتى اذا كان والمؤمن اذا اصابه يعني سراء شكر، واذا اصابته ضراء صبر، فهو كان خيرا له، وانت في الاخر الله يكتب لك الخير. هيك الامور بتمشي، وحسن الاستماع، مش ان انا مجرد انه هو يحكي ابدا اعطيله من هال من هذا. ضمان خصوصية المريض حكينا فيها بطريقة عامة، لما أنا أروح على خصوصية كل مريض وأضمن له إياها وأضمن له هذا الحد، الحيطة اللي أنت بنيها لنفسك، هذا أنا بحافظ لك عليها، أنا بحط لك سلك شائك فوقها كمان وعززها، أنه أنت بني آدم أنا محافظ عليك، أنت زي أبوي، أنت زي أخوي، أنت زي أختي، زي هيك. أنت بدك سرك أنت يعني في بير، ما فيش كلام، خصوصيتك هذه يجب أن أحافظ لك عليها، مش ان انا في الاخر بقينا زمان في مستشفى ناصر، بقى فيه في الغرفه في الممر تسعة في اسره الباطنه رجال. فكنا لما نعمل شغله للمريض نجيب ستاره عشان نحطها بين المريض والمريض، هذاك المريض الثاني اللي جنبه يقعد يبص من ورا الستاره عشان هو يشوف ايش بيعملوا في هذا الزلمه، لانه جاي للدور، هو بقول لك جاي للدور. فمره بصير ايش بيعملوا للمريض الا الزلمه شرد الثاني لانه هو. فعشان هيك لازم احنا نحافظ على الخصوصيه، مش الستاره يعني اذا الستاره لا تكفي بدنا نجيب حاجه اكثر، حاجز اكبر، ناخذه على غرفه ثانيه، على غرفه ثانيه نعمل له اللي بدنا اياه، يعني هذا لانه لابد انه نحافظ على خصوصيه المريض، حتى لو بالكلام. بعض المرضى وهذه يمكن حقيقه، بعض المرضى بيجي على المستشفى امراض مزمنه، هو عنده مرض، مش ما عنده، معاه سكر وضغط وأزمة وأمراض القلب وأمراض الصدر وأمراض كثيرة جدا، أمراض الرئة وشغلات كثير، وبتردد على المستشفى كثير، بيشعر براحة في المستشفى أكثر ما بيشعر براحة في البيت، بيشعر براحة، مش بغض النظر عن العلاج، والعلاج بياخده هنا وبياخده هنا، يمكن ابنه جايب له سجارة أكسجين، يمكن ابنه جايب له أجهزة حديثة عنده في الدار وكل الإمكانيات موجودة، لكن مثلا متضايق من كنته، متضايق من حدا في البيت، هو اكثر من البيت، واحنا قبلنا هذا الكلام. هذه خصوصيه يجب انه احنا نحافظ عليها، لانه هذا الرجل يعني انا في كثير من الاحيان، ويمكن انا قابلت ناس، طبعا انا لا اذكر اسماء في هذا المقام، لكن لابد انه نتعلم بهذه، كان كثير من المرضى يجي بس لانه متضايق من كنته، واحد انا بعرفه كان متضايق من كنته لانه ابنه بيطلع على شغله وهو بضل هو كنته لحاله، طبعا مرته متوفيه وبضل كنته لحاله، هذيك بتنشف ريقه بده يحكي مع ابنه، يعني يا ابنه بده صف جنب مرته، يا اما بده يعمل له شويه مشاكل، مش كل مره بده يسمع يعني يابا انت بتغلبها، طب ما هي قاعده في المطبخ انت بضلك تزعق عليها، طب بصير مشاكل كثير، هو الزلم مش مرتاح، هو الراجل مش مرتاح، بيجي على المستشفى بقول لك يا عم انا بلاقي راحتي في المستشفى، انت بتضحك في وجهي، بتكلموا هي بتضحك في وجهي ولا بتكلمني، طول النهار قاعد زي القرد في الدار. شوفوا هذه قصتي ما لهاش علاقه في المرض،
مطلقا ما لهاش علاقه بالمرض. هو مريض، هو مريض، لكن هو اللي مش قابل، مش لاقي، مش لاقي. هذه لابد انه احنا نحافظ على هذه الخصوصيه. مش نروح نيجي ابنه يقول له يا زلمه انت تاني مرتك مغلبي ابوك، بزبطش بزبطش. لكن انا بعمل توصيه، توصيه الحسنه، بقول له انه لازم ندير بالنا على اختياريتنا، لازم كذا، دول يعني ندخل بهم الجنه وكذا، يعني بنرغب الناس في بعض الحديث دون الدخول في خصوصيه الناس، لانه انا ممكن اعرف اسرار كمان، ممكن انا اعرف سر منه هو يبوح لي بسر، هو يقول لي انا يمكن هي سبعة كتمان سر المريض، لكن هي هذه برضه العلاقه بالخصوصيه، يمكن هو يبوح لي بسر معين المريض. انا اقول لكم مره تعبانه جدا جدا، بنت عمرها في الثلاثينات وتعبانه جدا ومتوتره جدا، ويمكن قاعده 3 ايام واحنا بنعطيها مهدئات عشان نروقها. جابوا لها طفل صغير، طفل يمكن في الاشهر الاولى من عمره، يعني لما مسكته هيك ارتاحت ونفسها تريح وصارت ممتازه تمام تمام. فبقول لها لقيت انت انبسطتي لما جابوا لك ابنك الصغير عمره في الثلاثينات، يعني اكبر منكم شوي مش كتير يعني، عمره 30 يمكن 31 سنة، والله ما صارت 31 سنة، اللي هي بتقول لي هذا ابن بنتي، هذا ابن بنتي. ايش؟ اللي هي بتقول لي انا اتجوزت عمره 14 سنة وخلفت البنت، وجوزت البنت عمرها 14 سنة وهذا ابن بنتي. والله العظيم هذا حصل في مستشفى ناصر. بقول لها انت يعني دوب 30 سنة ونص يمكن او 31، ما صارش 31 وصرت جدة وارتاحت، شفت ارتاحت مجرد انه محطت الولد الصغير على حضنها. هذا مش خصوصية يا جماعة، هذا بتختلف الها 3 ايام تاخذ ادوية وكذا وفجأة. اجا واحد تاني يعني تكلم، انا بتكلم بالعموميات مش بالهم. اجا واحد تاني اول ما خش عندنا وكان ينام عندنا في وحدة القلب في مستشفى ناصر في قسم القلب ويتردد علينا. قال لي اسمع يا خليل، قلت له نعم. قال لي اذا بيجي فلان تخليش يزورني، اذا بيجي فلان. مين فلان؟ طلع واحد من اولاده، واحد من اولاده عنده اولاد كتير، واحد من اولاده بده شيء يزوره. اذا بيجي فلان قول له نايم، قول له تعبان، قول له اي حاجه، ما تخليش، بديش ازوره، بديش اشوفه. لاحظوا وين انت بتخش في الناس مش في مرضه بس، يعني مش مجرد انه انا هذا عنده انفلونزا وهذا عنده مرض قلب هي علاجه مع السلامه. لا، انت عايش معاه الدور، عايش مع المريض. انا برتاح لما بشوف فلان، انا برتاح لما كان زلمه متجوز تنتين، واحده بتضلها عنده قاعده عنده طول النهار، بتيجي الصبح بنفتح الباب بتيجي الصبح بتضلها قاعده لاخر النهار بتروح المساء، والثانيه بتجيب الفطور وبترجع، وبتجيب الغداء وبترجع، وتجيب العشاء وبترجع. والله وهذه قاعده جنبه. سالته بقول له ايش الدعوه؟ قال لي هذه يا راجل المراه اللي انا جوزها اول وما خلفتش وهذه اتجوزتها الثانيه، اتجوزتها للخلفه وهي اللي بتعمل لنا الاكل والشرب واحنا قاعدين يعني. وصف لي نفسه هو بنادم حتى مش غني كتير يعني، بنادم عادي. هو قاعد هو وزوجته، كل الناس لهم خصوصيه. ما بجوز مطلقا ان انا يعني اصير اتكلم عن الناس بالاسماء، يعني انتم عرفتوا الهدف من الموضوع، ما عرفتوش انه مين هو وايش هو وكذا. لا، هو هيك انه هذا الزلمه المره الاولى يعني تزوجها وما خلفتش، والثانيه تزوجها وخلفته، صارت هيك العلاقه بينهم ورضيين لبعض يعني، وهذا راضي وهذا راضي، ما في مشكله. كل الناس لهم خصوصيه. مجرد انه ينام في المستشفى مثلا ايام، انت تنتقل المرحله من مرحله المرض الى مرحله ايش؟ لازم جداد ركزوا معي، ما هنتقلوا من مرحله المرض لمرحله ايش؟ لمرحله الحياه الاجتماعيه. مجرد انه هو يقضي ايام انتهى الموضوع، بصير انت تدخلي في موضوعه وتشوفي حاجات اكثر. تشوف مين اللي بزوره، مين اللي بتعب منه بعد ما يزوره، مين اللي بتعب منه بعد ما يزوره. يعني بتلاقيه مثلا زاره واحد حكى له كلمتين هيك او كذا، بتلاقيه تعبان، مالك؟ لا بتضايق. زوره واحد ثاني بيضحك ومرتاح وتمام تمام. وهذه زيارة بقبل ناس وبقبلش ناس، سبحان الله يعني. طيب، الرعاية الشاملة للمريض هذا حق واجب واخلاقيات. الرعاية الشاملة مش ان انا اقصر في حاجة، في جزئية مكتوبة له في جزئية مش مكتوبة له، لابد ان تكون رعاية شاملة. كانوا التمريض بيشتغلوا زمان اكثر قربا
أكثر قربا للمريض، لأنه الأعداد كانت يمكن شوية أقل، الأعباء كانت أقل، لكن كان المريض عندنا، كان المريض عندنا يعني بيبدأ يومه بالحمام مثلا. بالحمام يعني نحممه، بنعمل له حاجة اسمها ماوث كير، عناية بالفم، بنحط له جلسرين وليمون في حاجات هيك، وبننظف له اسنانه، بنفرشي له اسنانه بطريقة معينة عشان يغير الريحة، بتمضمض مية دافية لأنه ريحة التم مثلا وكذا. كنا بنعمل حاجة اسمها باك كير، يعني ماوث كير وباك كير، وهو نايم على ظهره، بتعرفوا الفرشات دائما جلد تبعت المستشفى، وخصوصا فترة الصيف بتلاقي ظهره صار فيه حساسية أو صار كذا أو صار، لا هو تبع التقرحات اللي بيكون نايم نايم على طول، يعني بيكون هو عنده شلل أو عنده أو غيبوبة أو شيء زي هيك، هذه بنجيب له فرشة هواء بنجيب له كذا، لكن هذا اللي بحكي لك إياه إنه هو نايم عادي، هو مريض عادي بيقوم وبيطلع، لكن فترة النوم وبالذات في الصيف يعني بقينا نعمل له باك مساج، يعني نعمل له مساج لظهره. هذه الحاجات كنا نسويها في المستشفيات. الآن يمكن اختلف الموضوع إنه المرافقين دائما موجودين مع المريض، الأعداد كبيرة، عدد التمريض قليل، يمكن كمان شوية شغل التمريض في حاجات تانية صار أكتر، لكن هذه بسميها الرعاية الشاملة أو العناية الشاملة للمريض. يعني مثلا أنا بدخل على المريض بفتح الكومودينة تبعته، من حقي أنا، واحد عنده سكر، في واحد مريض كان بحبش يروح من المستشفى، هتستغربوا من القصص اللي بتصير، بس هذه لها دور بالخبرة. مريض عنده سكر كان ما يحبش يروح من المستشفى، ايش يعمل؟ يوم ما يعرف انه بده يروح ياخذ من جاره قطعة الحلاوة ياكلها. مثلا هو واحد عنده ضغط بنعطي له احنا حلاوة، واحد عنده سكر بنعطي له جبنة، هيك ببدلوا مع بعض بروح هو ما يخد قطعة الحلاوة عشان ضغطه ايش او سكره يزيد. فحتى تبعين الحرارة، خليكوا معي، حتى تبعين الحرارة قبل ما تعطيه ميزان الحرارة بكون هو عامل كوباية شاي، حاطط الشاي في تمه وحط ميزان الحرارة مع الشاي الموجود، الحين الترمومتر بأخذ حرارة الشاي بأخذ حرارة تمه، فبتلاقي الحرارة مولعة، خليك كمان يوم ولا يومين زيادة يعني على أساس إنه ننزلك حرارتك. هذول يعني هذا المرضى عندهم خصية، أنا بقول عندهم خصية لأنه هو يا إما مش قادر يعيش في داره، متغلب من المعيشة في داره، أو عنده كنة زي كنة هذاك الزلم، يعني مش راضي يقول يعني هو تمام. الرعاية الشاملة زي ما قلنا مهمة جدا، الرعاية مش بس علاج، أنت تخيلي إن المريض، خليكم معنا، تخيلوا ان المريض ينعمل له تنظيف لتمه، حمام يعني مرتين في الاسبوع مثلا، يضل نظيف، ريحة الوحدة تبعته ريحة طيبة، فيش صار يصير في الكومودينة، لان انا اطلع الاكل اللي بزيد اول باول من عنده، بطلعه من عنده، بخلوهش يخزن عنده اكل، دائما كومودينته نظيفة، سريره نظيف، يعني الشرشف نظيف، فيش عليه ولا بطعة ولا أي شيء. هو قديش بتحسن في الرعاية الشاملة، أنا متأكد، وأنت أي حدا ممكن يتصور هذا الموضوع، لأنه هذا مش غريب علينا يعني. هذا بيختلف. نعم، مستشفى ناصر بتنفع صراصير أكيد لازم، لأنه الناس بيجيبوا أكل معهم، لو الناس بتضلها على أكل المستشفى أنا متأكد بصير صراصير بيقرفوا. هذه قصة تانية، رغم أنه في تحسين كتير على موضوع الأكل، شركات اللي بتشتغل الأكل صارت مش هي، لكن خلاص الناس سبحان الله مجرد انه هو في المستشفى بدوكش حاجة، بكلش حاجة من المستشفى، وكأنه كله ملوث وكأنه كذا، ما علينا، لكن هو الصراصير لأنه الكومودينات مليانة أكل، كومودينات مليانة أكل، بتزيد قطعة خبز بحطها زي ما هي في الكومودينة، مش بلفها بحطها في كيس مثلا أو بسكر عليها، فالصرصور بيجي على أكل، وقد ما تحارب الصراصير في الآخر صراصير يعني. إذا ما كانش فران وما كانش حاجات تانية. هذه احترام استقلالية المريض،
احترام استقلالية المريض، كل واحد انه في حياة مستقلة لازم احنا نخلي له اياها. طب صير المريض بطبيعة مرضه، يعني هذا قلنا يمكن المرة اللي فاتت عليها مشكلة، انه في ناس كثير بتقولش للناس، بتقولش للمريض شو هو طبيعة المرض، لكن الان العلم الحديث كله بهذا الاتجاه، انه المريض يعرف، يعرف ايش اللي عنده، لانه من حقه انه يعرف ايش اللي عنده. أن تجري الرعاية في مؤسسة علاجية، إنه يعني حقه هو يتلقى العلاج في مؤسسة علاجية. كتمان، طبعا كتمان سر المريض حكينا فيه كتير، إنه لازم نحافظ. نعم، أن تجري الرعاية في مؤسسة صحية، إنه طبعا لازم يتعالج في مؤسسة صحية مش يتعالج في الشارع يعني. حماية مصلحة المريض برضو لازم إحنا نحطها في البال. واجبات الكادر الصحي تجاه مهنته، الحفاظ على شرف المهنة، زي ما قلنا انه يعني انا في الاخر انا بشتغل في مهنة. احيانا كثيرا، ليش هذا الكلام بينقال كثيرا؟ لانه احيانا كان تتذكروا لما حكينا عن الاختيار لاي متخصص، كثير من الناس بيختارش التخصص اللي بده اياه، او بيروح على التخصص اللي هو بدوش اياه. كثير من الطلاب بتلاقيه يطمع انه يكون مثلا دكتور او يكون كذا، بيجي وبتواجه في المجتمع، بتواجه في اهله، بتواجه في الوضع المالي، في الوضع السياسي، بروح هو ايش مغير التخصص، رايح باتجاه مهنة مثلا مهنة التمريض او مهنة اي مهنة صحية. لكن هذا لا يمنع انه انت تحافظ على شرف المهنة حتى لو كنت بدكش اياه، حتى لو كنت بدكش اياها، صرت فيها يجب ان تحافظ على شرفها. لانه اذا انت بدك تيجي من قبلك هذه المهنه، ما هي الناس حتستقل خيرها فيك، يعني حتستقل خيرك يعني مباشره، بدامك انت بتقول انه هذه مهنتك مش نافعه، طب ليش انت فيها؟ بدامك انت بتقول انه هذه المهنه مش نافعه، ليش انت تخش فيها؟ الناس ما بتفهمش في الاخر انه انت جاي كنت بدك تتعلم طب وتعلمت تمريض مثلا، او تعلمت مثلا تبع أشعة أو تبع تحليل أو كذا. أنت لازم تحافظ على مهنتك حتى لو كنت أنت مش راغب فيها، لأنه في الآخر هي ثقة الناس، يعني هذه بتعزز ثقة الناس، وهذا مهم جدا في العلاقة مع الناس. لما أنا أجي أتكلم عن الطب وأسب في الطب ومش عارف مين، كيف الناس بتتعالج عندك؟ كيف بده يجي الناس يثقوا فيك ويثقوا في علاجك ويثقوا في معاملتك، وأنت طول نهارك تسب على مهنتك، يعني تنهارك تشهر في مهنتك، والله مهنة ما ينافع ولا ما يعني، عمال الحمرجي، هو حمرجي مع احترامنا للناس كلهم، الحمرجي هو يعني احيانا بيفتخر في مهنته، لانه هو بالنسبه له هذه الحياه هو لقمه العيش بتجي له من هان، هو هاي قدراته وصلت لهان. فالمهنه لما انا اقعد اتكلم على المهنه وكذا، في قصه لواحد اسمه مروان الحمار، انا بحكي للحمرجي يعني، مروان الحمار قاعد برتاحه في ظل شجرة، في ظل حيطة في الأندلس زمان. فبقول له إيش نفسك تصير أنت، يعني إيش بتعمل في حياتك؟ قال مروان الحمار نفسي أنا أكون، مش نفسي أنا، نفسي أنا بدي أكون أمير لمنطقة كذا وكذا، حاكم رئيس. أجا صاحبه قال له يا راجل فكر على قدك، يعني أنت من حمرجي بدك تصير لرئيس الدولة أو يعني؟ قال له أنت مالك فيه، أنا كل واحد بحلم، أنت يا طب إيش بدك تصير؟ قال أنا نفسي أصير كبير الحمرجية، أنا أكبر واحد في الحمرجية. رد الثالث قال لهم إذا أنت بتصير هيك حطني على حمار، حطني على حمار بالمقلوب ولف فيه في المدينة، عارفها يعني. طيب مروان الحمار هذا اجتهد وصار هو كبير المنطقة وأمير هذا. زعق صاحبه الأولاني وقال له عينتك كبير الحمرجي، لأنه أنت كانت أمنيتك أنك تصير كبير الحمرجي، فأنا عشان صرت حاكم البلد أنت كبير الحمرجي، تفضل يلا انطلق. جال الثاني قال له أنت تحديتني وقلت لي لو أنا صرت أنت حطك وأنا حوعد يعني حنفذ وعدي، حطوه على حمار بالمقلوب وخليه يلف البلد، لأنه هو صار إيش اللي هو بده إياه يعني. فحتى لو كان البني آدم إيش مكان، أنا في مهنة إذا أنا بتعامل معاكي مباشرة
وقاعد بسب على مهنتي، شي فايدة؟ وين الثقة بدها تصير؟ معدومة، حد شي يتعامل معي كيف؟ حد شي يتعامل معي هذا هو. وبالتالي أنا حتى بفقد يعني المهنة، أنا بخليها بتفقد قيمتها، بتفقد شرف المهنة ككل، أي مهنة من المهن. تمام؟ الإسهام في تطوير المهنة علميا ومعرفيا، يعني أنا لابد أنه أنا خلصت أي تخصص أي مهنة، لابد أن أساهم في أنه أنا هذه المهنة أخدمها بزيادة وأعززها، لأن أنا في الآخر جزء منها، صرت جزء منها، يعني تعاملت معها. يمكن كثير من الناس دخل المهنة وهو يعني مش عاجبها كتير، لكن هو مجرد أنه يعني ينخرط فيها ويصير فيها ويتأقلم معها، بصير هو الأمر بالنسبة له كويس، لأنه في الآخر مش حيغير، خصوصا لو دخل. يعني في كتير ناس غيرت مهنها، كتير ناس، لكن برضو عددهم قليل بالنسبة ليش للقناة. أنا بعرف ممرضين صاروا دكاترة، بعرف كانوا معنا ممرض، يعني أنا بعرف ممرض يعني في خان يونس كان درس معنا وبعدها راح تعلم هندسة في أمريكا، لأن معه دكتوراه في الهندسة، بعيد تماما عن يعني عن التمريض، عن مهنة التمريض. في ناس كتير ابتعدوا عن المهن. في عضو مجلس تشريعي اسمه دكتور سالم سلامة، لحد بيعرفه، من سكان المغازي من انصارات من الوسطى. دكتور سالم سلامة أصلا ممرض، أخذ في الحديث وأخذ في يعني في الدراسات الإسلامية حاجات كثيرة وغير. دكتور بسام أبو حمد موجود في جامعة القدس أبو ديس، منسق برامج الماجستير، أصلا ممرض، أصلا تمريض، أصلا تمريض. المحافظة على معايير ممارسة المهنة والعمل على ارتقاء بها في كل نشاطات يعني الشخص هذا أو الكادر هذا. الابتعاد عن كل ما يخل بأمانته ونزاهته في تعامله مع المريض، وألا يفقد ثقة المريض به باستخدام أساليب الغش والتدليس، أو إقامة علاقات غير طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته، أو الكسب المادي بطرق اللي قلنا عنه الابتزاز بطرق غير نظامية، وكل من شأنه ما من شأنه الاستهانة الإساءة لمهنة التخدير. هذا مكتوب عن التخدير على فكرة، بس يمشي التخدير في كل المهن، يعني لأن التخدير يمكن له علاقة أكثر، أنه لأنه الناس ممكن يسمع معلومات وهو ممكن يخدر المريض، يصبح المريض بالنسبة له يعني مباح مباح مباح، لأنه بدأ مخدره خلاص، يعني هو بالنسبة له أكثر أي حاجة بالدنيا. تجنب السعي للشهرة على حساب أخلاقيات المهنة وأصولها، مش أنه يعني يسعى لأنه هو يشهر نفسه ويزيد. واجبات الكادر الصحي تجاه المجتمع، اختصاص الكادر الصحي أن يكون عضوا حيويا في المجتمع ويتعامل معه ويأثر فيه ويتم بدوره بالأساس. زي ما قلنا فكرتنا أو مهنتنا اجتماعية إنسانية بالدرجة الأولى، أن يكون عضوا حيويا في المجتمع ويتعامل معه ويأثر فيه. في حالات الأمراض السارية يجب على الكادر الصحي أن يتبع النظم الصحية الموضوعة. سارية لما بيكون فيه مشاكل صارت وفي في يعني إبيديميك أو إنديميك الأمراض اللي بتنتشر. تمام. أن يساعد المجتمع على التعامل الإيجابي مع عناصر تعزيز الصحة والوقاية. الحرص على القيام بالتربية الصحية في المجتمع. أن يدرك مسؤوليته في المحافظة على الموارد الصحية واستخدامها بالطرق السليمة، مش إن أنا يعني في الآخر أي حاجة بتصح لي أهفها واروح اخذ من هنا واخذ من هنا وودي. لا، لابد ان نحافظ على الموارد والحاجات اللي موجوده اللي المستخدمه في الصحه. ان يسخر معلوماته وخبراته ومهاراته في الارتقاء بنوعيه الخدمات الصحيه. يعني انا اذا كان انا كويس، مش ان انا بس مجرد الخبره او مجرد ان انا اسوق نفسي لشركات او لمؤسسات غير حكوميه وانا بشتغل في الحكومه. اذا انا بصح لي او القانون بيسمح لي ان انا اشتغل برا، اشتغل برا ما في مشكله، لكن مش معناته الكلام هذا ان انا اشتغل في المستشفى الحكومية اللي بتقاضي منها راتب ويمكن الانسانية اكتر، يمكن الحسنات اللي ممكن اخدهن اكتر، يمكن الاجر اللي على الله اكتر فيها من اللي وانتبهش ما انتبهلهاش كتير وما اديش فيها كويس ولا ابذل فيها جهد، ما انا في الاخر الراتب جاي، لكن انا بعمل جهدي في المؤسسة اللي برا عشان اخد منها مصاري اكتر واستفيد منها اكتر. في ناس كتير زي هيك بعملوا. طبعا هذول يعني ربنا حيحاسبهم حسابا عسيرا ان شاء الله، يعني لانه اذا كان انت بتقدم كثير. احنا بنشكي بنقول لو المريضه هذه راحت على عيادته، مزبوط ولا لا؟ له خاطر يعني يفرش لها الارض رمل، لكن لما تجي له على المستشفى بتلاقيه طردها وصارت علاقته جلفه معاها،
لكن لو هي راحت العيادة ودفعت له الكشفية كان أن يشارك بفعالية في صنع وتطوير السياسات والأنظمة الصحية التي تستجيب للاحتياجات. يعني في عقول كثيرة. أنت بتقبل مثلا طالبة، يعني يمكن أنتوا أكثر من مرة فكرتوا تعملوا بحث عن كذا وبحث عن كذا، حتى لما كتبتوا عن المشكلة، لما كتبتوا عن المشكلة كان نفسكم أنه أنتوا المشكلة هذه اللي وجدتوها تعملوا حلول لها. هذه لابد أنك تتشاركي بفعالية في المهنة اللي أنت بتعمليها، لازم تشاركي في الصف كمان. هذا للناس معينين الكلام. واجبات الكادر الصحي تجاه نفسه ان يكون على مستوى متقدم من المعرفه العلميه والعمليه في مجال الاختصاص. ما يكونش مبتذل الواحد، انا خلاص اخذت اللي بدي اياه والسلام عليكم، انا ما بديش اكثر من هيك. انا كنت معي دبلوم تمريض، دبلومه بسنه ونص كمان، ابو سنه ونص بقى معي. اذا انا كان زمان ابو سنه، زمان مش هالايام، زمان كان زمان 6 اشهر، كان زمان 6 اشهر تمريض، كمان زمان 6 اشهر. جابوا ناس خلصوا من العريش 6 اشهر، كان في مستشفى العريش بتعطي دبلوم تمريض 6 شهور، بسموه ايد نيرس. هذول بعطوهم كانوا 6 شهور يوظفوهم ممرضين، اجوا عملوا معاه عنا ابجريدنج، عملوا تجسير عنا عشان ياخذ سنه ونص. تخيلي، هذا كان زمان، كانش لا بكالوريوس ولا، بعد شوي طوروه صار دبلوم 3 سنوات، بعد شوي صار بكالوريوس. في ناس معهم ماجستير، في ناس معهم دكتوراه في التمريض الان. تمام، يمكن انا شوي طلعت لانه ما كانش لسه دكتوراه بعلمهم، انا طلعت برا اخذت دكتوراه في تخصص ثاني، لكن في دكتوراه في التمريض الان موجود، في دكتوراه في التمريض، لانه كان الناس ان يكون على مستوى متقدم في المعرفه العلميه، ان يعمل بصوره مستمره على تنميه معارفه ومهاراته الفنيه. يعني انا بتذكر لما كنت انا ممرض في وحده القلب في مستشفى ناصر، كان عندي كتابين كنت جايبهم من حدا من امريكا، واحد عن امراض القلب وواحد عن الادويه المستعمله في امراض القلب، واحد عن الادويه وواحد عن الامراض، كتب باللغه الانجليزيه، وانا كنت دبلوم تمريض براكتيكال نيرس، وكان عندي الكتابين هذول وبقرا وبزيد من الحصيله العلميه عشان انا اعرف كيف اتعامل مع المرضى، هو مش مطلوب مني، وانا كنت قاعد اللي بتكتب الطبيب بنفذه مع السلامه. لكن لابد انه انت تعمل بصوره مستمره على تطوير المهارات وتطوير المعرفه، ان يكون نموذجا في المحافظه على صحتي في كل سلوكياته. برضو انا ما اكونش انا ممرض وقاعد بشرب خمره وبشرب او بالتدخين او يعني المخدرات، او انا يعني مش هذا وكله عندي مبتذل وعندي ولا عندي دين ولا عندي كذا. ما بنفعش. يمكن اي حدا تاني ما يسالش لانه ملوش علاقه مباشره مع الناس، لكن انا اقبل لازم اقبل صاحي واقبل كويس واقبل لابس كويس واقبل مؤدب مع الناس واقبل سلوكي كويس وحياتي كويسه، وحتى لا ريحتي دخان ولا ريحتي كذا، لانه الناس حتتاذى مني. وانا بقرب اكثر حاجه للمريض، لما بقيس الضغط بصير وجهي في وجهه، لان ريحتي مش كويسه للمريض حيتاذى مني، المريض نفسه حيتاذى مني. ان يحمي نفسه من الاخطار المحتمله في اثناء ممارسه المهنه. احنا يعني الخطورة والعدوى موجودة كتير جدا، يعني المريض المصاب بأي مرض معدي، لو أنا خبطني شفرة ولا غزيت حالي بالإبرة ولا كذا، ممكن أن أعدي وصير مريض أكثر منه. طب ليش أنا محافظ على نفسي؟ لأنه عشان الناس لازم أحافظ على نفسي، ولا بنقل لهم العدوى بنقلوا لي العدوى. واجب الكادر الصحي للمؤسسة التي يعمل بها نحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها. مستشفى ناصر هذا مزبلة، هذا مش عارف. طب أنت بتصل فيها، كيف راضي على نفسك تشتغل في مزبلة؟ يعني كيف تراضي على نفسك انك تشتغل في مكان انت اصلا بتسب فيه قاعد؟ ان يحافظ على ممتلكاتها وان يستخدمها استخداما رشيدا، وهذا كله ربنا بحسبك عليه. انت لما بتاخذ حاجة مش حقك ما ربنا بحسبك عليه، فيش امكانية ربنا يتركك. يعني ان يكون فاعلا في الاسهام في تطوير اداء المؤسسة والارتقاء بها. لازم المؤسسة تتطور بيك انت بالاشخاص تبعها، ويكون لك سهم في هذا التطور. أن يكون قدوة في الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات السارية فيها، بشرط عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية لأخلاقات المهنة. قوانين ماشي مع 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 الأهداف السامية تبعتي، خلاص فيش مانع، يجب أن أنا أكون من ضمن المنظومة.